يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الأحكام واللحن يعني من المعلوم نحن نتفاعل مع القرآن من حيث المقام المقام إذا أردت أن تقرأ مثلا عن الجنة تفرح تشعر السامع أنك تقرأ عن شيء مفرح حتى الذي يسمع القرآن وهو أعجمي لا يعلم لغة القرآن لكنه يدرك أنك تتكلم أو أنك تقرأ تتلو شيئا فيه فرح إذا مررت بآيات النار أيضا تدرك هذا المعنى لكننا وجدناك في الآية الأولى الآيات الأولى من سورة آل عمران التي اخترتها لم تخرج عن مقام الحجاز يعني مدرسة الشيخ محمد أيوب يعني أضافته يعني احنا قطعنا قراءتك وكأن الناظرين يقولون دعه يقرأ يعني قراءتك جميلة وطيبة لكن نحن نأخذ بالاعتبار يعني أيضا نريد أن نرتقي الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الذين سبقت لهم
يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا وعدا علينا إن